مرحبا، اليوم موضوع شريطنا عن الفريز، وحبلشوا بمفاجأة كبرى وهي إنه الفريز منه مصنف كفاكهة، بل زهور تنتفخ وبتمتلئ بهالنكهة وهاللون الجميل، وهي الثمرة الوحيدة اللي بتظهر بذورها على سطحها الخارجي. الفريز شبه خالي من الشحوم والسعرات الحرارية، والأطباء ما بس بيقولوا إنه غير خطير على مرضى السكري، بل بيشجعوهم على أكله لأنه بيعالج مرض السكري من النوع الثاني. هو غني بفيتامين سي بالألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم، بيقلل من فرص الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية. تناوله بيساعد في تخفيض ضغط الدم والانقباض، ولب عصير الفريز الطازج بيشفي من الحرارة، وإذا خلطته بالعسل بيكافح الالتهابات وبيشفي أيضا من حروق الشمس. الفريز بيكافح الجراثيم بتغليفها بطبقة بتعزلها عن الجسم وبتخفف من أذيتها. هو جيد للي عندهم قرحة بالمعدة، وبيقلل نسبة حدوث سرطان بالمعدة، وبيقضي على الالتهابات البولية خاصة عند النساء. كشفت الأبحاث إنه غني بمركب هول اللي بيمنع تشكيل طبقة على الأسنان، مما يمنع الخراجات والآفات الضرسية. تناول عصير الفريز يوميا بيعزز المناعة وبيمنع تكون الخلايا السرطانية، وبيكافحها في حال كانت متكونة، وبيخفض الكوليسترول السيء وبيزيد الجيد. بعد كل هالمعلومات، معقولة ما نحب الفريز ونعشقه؟ شوفوا ما أحلى شكله ولونه. ولونه أحمر وشكله شبيه بالقلب، اعتبروه رمز للحب. هو من أكثر الفاكهة استخداما من قبل شركات التسويق والإعلانات لجذب المستهلك وترغيبه بشراء السلع. هو من أجمل الثمار لتزيين حلويات، وبمجرد ما أي نوع من الحلو يكون فيه فريز بنكون أكيدين إنه حيكون طيب ونأكله بدون أي تردد. بس في شغلة كتير مهمة بخصوص الفريز، لازم نغسله جيدا جيدا جيدا. أول شيء لأنه قد يكون عليه طفيليات ما بتنشاف بالعين المجردة، لونه أبيض مثل هالرسم هيدا. هيدي بتمشي بتتغلغل بين البذور، ما بتنشاف يعني بالعين المجردة، شايفين هالبذور المنقطة لونها مثلها بتتغلغل بيناتها، وخاصة تحت العرق الأخضر. هالحشرة هيدي بتصير تمشي هون موجودة بكثافة بهالمكان هيدا. مشان هيك لازم نغسل الفريز جيدا بالماء، نغمره بالماء بالطريقة التالية، ومنحط له ملعقتين خل كبار، ملعقتين خل كبار ملعقتين خل كبار وملعقة ملح تقريبا، منرشش عليه ملح، أنا يعني حقدر ملعقة تقريبا، ومنصير نخلطه بالطريقة التالية حتى تتغلغل كل المواد اللي حطيناها بتضاريس الفريز الصعبة وتحت العروق، وهالحركة بتخلي الفريز كله يتحرك والمواد تتغلغل. منضل منحركه لفترة بنرجع نغسله مرة تانية حتى نزيل آثار الخل، طعمة الخل والملح، ومرة تالتة. وبهالطريقة بينضف من كل الجراثيم. ويفضل دايما لما ناكل الفريز انه نقص هالميلة البيضة هيدي كليا بهالشكل هيدا وناكلها، لانه هيدي الميلة مثل ما قلت لكم بتتغلغل فيها الجراثيم. وطبعا ما كل الفريز ممكن يكون عليه جراثيم، بس احتياطا الواحد لازم يغسله بهالطريقه، ونفس الوقت بننظفه من المواد الكيميائيه، لانه الفريز من الفاكهه الاكثر عرضه للمواد الكيميائيه ومبيدات الحشرات. فتندوق هالحبه الفريز كثير طيبه، بتمنى انه
هالفيديو يكون عجبكم. بتمنى انكم تنشروا لاصدقاء عبر لوائحكم البريديه او عبر فيسبوك او تويتر حتى تعمل فائده. وما تنسوا تضغطوا على زر سبسكرايب حتى تشتركوا بمحطتي. بامكانكم باي وقت البحث عبر اليوتيوب وايجاد اشرطتي تحت ايهاب بلانيت كلمه واحده. وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم.